عندي الكرم تاعي بعد ما نحيت الاوراق تاعو الكبار هادو خليتهم لهنا غليتهم باش ندير بهم لي بوبيا تاعنا، وهذاك القلب اللي دخلاني هاوليك البنون هذا قسمته على 4 ودرته يغلي لهنايا، درت له الملح سنه تاع الثوم ورقه تاع الرند باش نحولوا هذيك الرائحه اللي تكون فيها. ومن بعد لهنا واش درنا، ناخذوا لهنايا الدرسه تاعنا كيما حنا حضرت بيخه العاديه، الدرسه تاعنا عندنا فلفل دريس ولهنايا كذلك تاع الثوم، رحيناهم مليح نديرهم في قدره نديروا لها 2 ملاعق حتى 3 تاع الزيت، نقليوا هذيك الدرسه تاعنا مليح. توابل شحال عندك؟ عندك ملح، شويه فلفل كحل، ملعقه تاع عكري، شويه تاع الملح، وكميه تاع الكرويه. الكرويه على باش نحولها شويه هذاك المذاق تاع الكرم باش يغطيه شويه هذاك المذاق ديالو. كميه تاع الحشيش نقليهم مليح، بعد ما يتقللنا هذيك الدرسه تقللنا مليح نضيفوا لها لهنا الكرم تاعنا بعد ما نزيدوا نقطعوا دوك حنا كيفاش نحبوا الورقه تاعنا كيفاش تكون. هنا لهنا قطعت الحبه على 4 كي نحطوها وما تزيد يتحل داخل المرقه ديالنا، نمرقوا ونخلوه يطيب. بعد الكرم تاعنا ديجا راه طايب هو نص طياب، غادي يتشرب لنا هذيك لاصوص كامل. نرشوا برشه تاع الرز، بيان سير لازم تكون كميه تاع الرز، نعرفوا تبيخ ناخذوها بالرز والحشيش، كميه تاع الرز نعرفوا الرز كذلك يتماشى مليح مع الكرم. وي نعم، نرشوا بكميه تاع الرز ومن بعد نخلوه يطيب لنا ذاك الرز. في الاخير بيان سير رشه تاع الحشيش لازم تكون حاضره، هي باش في لوغو تاع التبيخه ديالنا. ومام هذا كيكون حاره شويه جيب بزاف بنين والله غير صدقيني زهرة.